إيران فيها تظاهرات، فيها إخفاق كبير جدا حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها في العودة إلى الاتفاقية النووية. هل جهود العراق سيجد نتائجها إذا فشلت العودة إلى الاتفاقية النووية، إذا تطور أمر التظاهرات في الداخل الإيراني؟ يعني أنت كيف تجد هذه الجهود؟ أستاذ أحمد، أي اتفاقيات أو أي جهود لتقريب إيران من الدول العربية دون تغيير إيران لاستراتيجية تصدير الثورة ودون تغيير بعض المفاهيم في إيران سوف لن تلقى قبولا من الدول العربية. إيران تحاول فرض واقع على الدول العربية من خلال تدخلاتها ومن خلال تمويلها لبعض الميليشيات ومن خلال تزويدها للأسلحة لبعض الجهات التي تكون دولة داخل الدولة. لذلك هذا التقريب إذا لم يرتبط ارتباط كلي بتغيير إيران لطريقة نظرها للدول العربية، للمملكة العربية السعودية، للبحرين، لدول الخليج، للكويت، بدون وجود سياسة خارجية واضحة لإيران كدولة وكنظام، وبدون أيضا لجم الحرس الثوري الإيراني من هذه التدخلات، ستبقى كل هذه اللقاءات دون معنى ودون جدوى. لذلك العراق يلعب هذا الدور، ولكن يقع الدور الأكبر على إيران وعلى سياساتها الخارجية وعلى دستور إيران الذي يعطيهم الحق بتصدير الثورة وعلى رؤية إيران للعالم العربي. وكثيرة هي المواضيع التي تربط، يعني خصوصا أنه نحن نرى مثلا دول في شمال أفريقيا قطعت علاقاتها مع إيران، قطعت نهائيا، لا يوجد تمثيل دبلوماسي حتى بينها وبين إيران، وكل هذا ناتج من محاولات إيران التدخل في شؤون هذه الدول ونشر أفكار مضادة لما تؤمن به هذه الدول ومن وحدة سلمية ومجتمعية ومحاولات التأثير على المجتمعات في هذه الدول. لذلك اليوم على إيران ونحن نشهد هذه الانتفاضة وهذه الاحتجاجات أن تغير من سياساتها، لأن خلال 40 سنة إيران لم تحقق أي منجز يذكر لا على صعيد الداخلي، على صعيد شعبها. يعني أنا أقرأ تقارير يوم أمس أنه كانت نسبة خط الفقر أيام ثورة الشاه، يعني أيام ثورة الخميني ضد الشاه في عام 79، كانت نسبة الفقر في المجتمع الإيراني لا تتجاوز 20%. اليوم وضمن تقارير رسمية إيرانية نسبة الفقر وصلت إلى 60%. ناهيك عن انتشار البغاء والدعارة والمخدرات والبطالة في المجتمع الإيراني. بصراحة إيران تستحق أن تكون دولة قوية، دولة نامية، دولة تتمتع بكل هذه الأرض وهذه الخيرات، ولكن اتجاهات تصدير الثورة ودعم الميليشيات وتكوين المشاكل الخارجية، يعني كأننا نحس أن النظام في إيران معتاش على هذه المشاكل التي يصدرها ويرعب فيها الداخل. نحن في صراع، نريد أن نحرر فلسطين، المقاومة. لذلك أنا أعتقد أنه الداخل الإيراني اليوم بحاجة إلى إصلاحات كبيرة في إيران من أجل التفاهم والتواصل مع محيطه وتكوين محيط آمن وسلمي دون اللجوء إلى العنف والقوة والإرهاب التي ضربت هذه الدول مع شديد الأسف خلال العقود الأربعة الماضية.